أرحب بكل مشاهدي سؤال جريء في كل مكان في العالم. حلقة اليوم تطرح سؤالا جريئا آخر: هل إله المسلمين هو إله المسيحيين؟ هل نعبد حقا نفس الإله؟ عند دراسة الشعوب القديمة وحضاراتها ندرس حتى دياناتها ومعبوداتها، لأنه من خلال دراسة معبودات الشعوب نتعرف على هوية هذه الشعوب والطريقة التي يفكرون بها. واليوم كذلك لتفسير الكثير من الظواهر والكثير من التصرفات علينا أن ندرس معبودات الشعوب. لماذا يتصرف المسلم بطريقة ويتصرف المسيحي بطريقة مختلفة؟ لماذا يقتل أناس يعبدون الله على أيدي أناس آخرين يدعونهم أيضا أنهم يعبدون الله؟ لماذا يحاول شخص أن يفجر نفسه وسط حشد من الناس دون أن يحس بتأنيب ضمير أو دون أن يشعر بذرة رحمة تجاههم؟ هل لهذا علاقة مباشرة بصورة الإله الذي يعبدونه؟ هل له علاقة بصفات هذا المعبود الذي يقدسونه؟ اليوم سنرى كيف تنعكس صفات الإله على عابديه، وسوف ندرس بعض الصفات التي لها تأثير مباشر على تشكيل المجتمعات وعلى توجيه تصرفاتها وأفعالها. طبعا لن نغطي كل الصفات في هذه الحلقة، هدفي فقط أن أثير جوانب من هذا الموضوع وأترك للمشاهد تكملة الموضوع لوحده حتى يصل إلى نتائجه الشخصية المباشرة بنفسه. معي الشيخ صموئيل ضيفا لهذه الحلقة يشاركني تقديم محتوياتها. أرحب بك الشيخ صموئيل. أهلا بك أخي رشيد، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وتعزية لشعبنا في نجع حمادي على المذبحة المؤسفة اللي حدثت في ليلة العيد، وتشجيع للكنيسة أن هي تقوم عشان تواجه الاضطهاد والظلم بتمسكها بالله القادر على كل شيء، أن هي تاخد موقف إيجابي بالصلاة وبالصوم وبالعمل الإيجابي حتى نواجه الاضطهاد والظلم في هذه الأيام. أنا أشاركك نفس التعازي وأشكرك على إثارة الموضوع، وطبعا حنشوف جزء من موضوعنا، لأنه الواحد يطرح نفسه إيه اللي بيدفع إنسان يقتل أناس يعبدون الله في بيت الله في ليلة عيدهم؟ إيه اللي ممكن يدفع؟ هل لهذا علاقة بصفات الله؟ أكيد فاهمين ربنا غلط، وعلشان كده بيتصرفوا على ضوء فهمهم أو ما تعلموه عن شخص الله، فهم بيتحركوا بدوافع فيها مفاهيم خاطئة عن الله وعن تعاليم الله. طيب، أنا دايما أنا قلت من قبل في حلقة من حلقات سؤال جريء: قل لي من تعبد أقول لك من أنت. نعم. وطبعا أنا أتمسك بهذه المقولة حتى في هذه الحلقة أيضا. خلينا نشوف معبود المسيحيين. نعم. من هو؟ بعض الصفات عنه حتى نفهم إيه العلاقة ما بين الصفات وما بين تصرفات الذين يقدسون هذا الإله المسيحيين أنفسهم. نشوف هل في انعكاس فعلي وواقعي لهذه الصفات. نشوف أولا صفات الله. الله في المسيحية هو روح، الله هو شخص، الله هو واحد لكن وحدانيته وحدانية جامعة، وليه الكثير من صفاته الشخصية ومن صفاته الأدبية. فعلى سبيل المثال في الجدول ممكن نشوفه مع بعضينا، بيتكلم عن أن الله أزلي أبدي سرمدي، الله كلي القدرة، الله كلي المعرفة، الله كلي الوجود. ومن صفاته الأدبية المحبة والقداسة والرحمة والبر والحق والحكمة والأمانة. لو فهمنا النقاط دي هنقدر نفهم مين هو الله في الكتاب المقدس أو الله في الفكر المسيحي. صح. طيب نبتدي، أنا شايف عندك مثلا صفة من الصفات، نبتدي ناخذ بعض الصفات ونشوف إيه اللي بنفهمه منها وإيه انعكاسها علينا كبشر نعبد هذا الإله بهذه الصفات. أولا مثلا كلي القدرة. نعم.
في الإسلام الله على كل شيء قدير. نعم. هل هي نفس الصفة اللي عند المسلمين؟ رغم أنه أنا بالنسبة لي ظاهريا هي نفس الصفة. هل بتختلف؟ هل في أشياء ما بنعرفهاش تختفي خلف هذه الصفة؟ الله كل القدرة، هو أعلن عن نفسه في سفر التكوين لأبونا إبراهيم وقال أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملة. دي كانت بداية عن الإعلان. والمسيح أعلن أن الهدف الحقيقي من مجيئه هو أن هو يعرفنا عن شخص الله ونعرف الله معرفة حقيقية. لكن لما بنتكلم عن قدرة الله لازم نفهمها بطريقة صحيحة، لأن دي واحدة من أكثر المشاكل اللي بنواجهها في المجتمع الإسلامي، هو فهمهم لقدرة الله. خلينا نسأل، هل بنقصد أن الله بيقدر يعمل كل حاجة؟ هو الله يقدر فعلا يعمل كل حاجة، لكن في انسجام بينه وبين شخصه وبين قدرته وبين اللي هو عايز يعمله مع اتفاق مع قوانينه اللي هو وضعها في الخليقة. ففي قوانين بتحكم هذه القدرة أو بتحدد هذه القدرة رغم أنه قادر على كل شيء. هدي مثلا معروف لينا مسيحيين ومسلمين، أن في سفر التكوين بيتكلم عن أبونا آدم، الله قال له ما تاكلش من الشجرة دي لأنك يوم ما تأكل منها موتا تموت. لكن آدم أكل. هل الله ما كانش عنده القدرة أن هو يمنعه عن أكله من الشجرة؟ كان ممكن طبعا. طب ليه سابه؟ هي دي المشكلة اللي لازم تكون واضحة لينا، ان في قانون حطه لي ان انت انسان زي حر، افعل ما تريد، بس خلي بالك اللي هتعمله عليه مسؤولية عليك. خد راحتك، اعمل اللي انت عايزه، لكن انا بقول لك بلاش من دي، فلو انت ما سمعتش كلامي انت اللي هتتضر، مش هيكون في ضرر عليا. يمكن في اكتر مثل واضح اكتر في قايين وهابيل. هل هابيل لما قدموا هما الاثنين قرابين والذبايح وذبيحة هابيل قبلت وتقدمة قايين رفضت، فبقى جواه في غضب وفي رغبة في القتل؟ والله سبحانه عارف كل حاجة وشايف كل حاجة وعارف اللي في ذهن قايين. قال له إيه؟ قال له حاجة في منتهى الأهمية موجودة في سفر التكوين وأصحاح 4. قال له إن أحسنت، يعني أحسنت اختيار الذبيحة بدل ما تقدم من المنتجات بتاعتك ومجهودك البشري، يعني رفض فكرة الأعمال ودخل في الذبيحة، وقال له إيه؟ وإن لم تحسن، خلي بالك هنا بقى، فعند الباب خطية رابضة. يعني إيه؟ يعني أنت ناوي تقتل أخوك، وأنا بقول لك أنا عارف الخطية اللي في قلبك اللي أنت هتعملها، بس أنا عايز أقول لك إن أنت ممكن تسود عليها، أنت ممكن تتغلب عليها لو فهمت صح وقدمت ذبيحة صح. قايين ما سمعش للكلام ده وراح وذبح اخوه. هل الله في قدرته الكامله ان يمنع هذا كان العمل؟ ممكن يمنع قايين من ذبح هابيل، اول جريمه ارتكبت في تاريخ البشريه. الله قادر على كل شيء صح، لكن كمان اعطاني حريتي الكامله علشان انا اتصرف، وعلى ضوء اللي انا اتصرف وانا اتحمل المسؤوليه. الله قادر، قادر، لكن الله بيمنع الإنسان؟ لا، الله أعطاه الحرية وبيحترم هذه الحرية وهو اللي بيحترم حريتنا. هل الله عايز إن هتلر يقتل ملايين البشر؟ لا. طب ليه سابه يعمل كده؟ هو ما سابهوش، دي حريته الشخصية بيتصرف بيها وبيعمل اللي هو عايزه. هل الله عايز تحدث مذبحة في نجح حمادي؟ لا. طب ليه ما منعش القاتل ان هو يقتل اولاده؟ لان دي تدخل في الحريه الشخصيه اللي منحها الله للانسان، وعشان كده ما سمحش للانسان ان هو يعمل اللي ربنا عايزه بيفرضه عليه، وقال له هيلغي حريته، يبقى البشر ما هم الا ماكينات بتتحرك. يبقى اذا البشر مسؤول عن افعاله. الحريه الشخصيه دي قانون الله حطه، فالله بيحترم القوانين اللي هو حطها، القوانين اللي هو وضعها لينا، اللي هو نفسه عملها، هو بيحترمها وبينفذ طاقته وقدراته على حسب هذه القوانين. ودي حتى ما بنقدرش نفهم احنا ليه، لان احنا فهمنا ان الناس اللي بتحط القانون هي فوق القانون، رئيس الجمهورية هو فوق القانون، يبقى بالتالي بنفهم الفكرة دي غلط. الله ما عندوش كده أبدا، الله بيلتزم بقوانينه رغم قدرته أنه يمنع آدم أو يمنع قايين أو يمنع القتلة، لكن هو دي حرية الإنسان اللي أعطاها للإنسان، وهو ملتزم أنه يحافظ على حرية الإنسان. يعني الله لا يخرق قوانينه
ابدا، رغم قدرته على خرق هذه القوانين. نعم، لكن هو يحترم، هو بيحترم قوانينه، لان عشان يحترم قوانينه خلينا احنا كمان نتعلم نحترم قوانينه. ومن قوانينه انه للانسان اراده وللانسان حرية كاملة في الاختيار. نعم، فهو بيحترمها، لا ما بيرغموش على حاجه. لا، ايه نفهم منها وتطبيقاتها العمليه اليوم بالنسبه لنا كمسلمين ومسيحيين؟ يعني أنا عايز أقول إن دي أكتر حاجة مهمة لينا النهاردة. ليه؟ عشان فكرة منتشرة في العالم الإسلامي اسمها القدرية أو القضاء والقدر. بيقولوا ده مقدر ومكتوب، واللازم ده كان يموت، وكان ده لازم هو اللي يقتله. يعني شايف، بنحط ربنا في وضع غلط تماما، أو بنشوه صورة ربنا في ذهننا. إن ده مكتوب عليه إن هو يموت، وإن ده مكتوب عليه إن هو يقتل. مين قال الكلام ده؟ ده ضد الله تماما، ده تشويه لصورة الله تماما. فأول حاجة احنا عايزين نصحح صورة الله في ذهننا، ونفهم الأحداث على ضوء ما أعلنه الله في كتابه من البداية. الله أعطى للإنسان الحرية، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل قرار بيتخذه في حياته الشخصية. حرية تتعلق به، كل حاجة بيعملها هو مسؤول عنها تماما. حاجة تاني، إن في الكتاب في صور كثيرة لأن الشر بيتغلغل في أشخاص كثيرين، لكن الله بيحول هذا الشر إلى خير. هنا بقى بنشوف بقى قدرة ربنا. ما منعش إخوات يوسف إن هم يبيعوه، وما منعش زوجة فطيفار إن هي تتهمه، وما منعش إن هو يخش السجن ويتعذب، لكن استخدم ظلم إخواته والاتهام الباطل من زوجة فطيفار والظروف الصعبة في السجن بقدرته العظيمة حول هذه الأمور إلى خير. هنا بنشوف الله العظيم اللي بيتدخل رغم كل ما يحدث ويحوله للخير للذين يحبون الله. طيب، اليوم كمسلمين يفهمون، المسلمين عفوا يفهموا القرآن بشكل مختلف. احنا كنا نفهم إرادة الله وقدرة الله بشكل مختلف. نعم. في الإسلام اعتقدنا أن الله فعال لما يريد. نعم. فعال لما يريد بمعنى أي شيء أراده الله يفعله. هي دي واحدة من مشاكل الاختلاف بيننا. من بين هذه الأشياء أن الله يضل من يشاء. لو هو عايز يضل واحد يضله، لأنه دي مشيئته، دي كارثة. عايز يهدي واحد يهدي من يشاء، عايز يهدي واحد يهديه. الله يرغم الإنسان لأنه مشيئته أن الناس يعبدوه، فهو يرغم الإنسان، لازم يصلي غصبا عنه، ولازم يصوم غصبا عنه، ولازم يحج غصبا عنه. بنسميها حتى فرائض، ما بنسميهاش يعني اختيار او اي حاجه، فرائض، فرض مفروضه عليك غصب عنه يعمل كده غصبا عنه. فهل هذا التفكير، وانا شايفه بينتقل حتى للمسلمين، بالمسلمين فهمنا انه لازم نرغم الناس على اعتناق الاسلام. الحديث يقول انه نحن خير امه اخرجت للناس ناتي بهم والسلاسل في عناقهم، فاحنا بنجيبهم غصبا عنهم يدخلوا الاسلام. تعال شوف بقى في الكتاب المقدس يعلن بكل صراحه، الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. لكن هل فرض على اي انسان ان هو يجي له؟ يبقى هنا انتهت حريه الانسان. الله يريد ان كل الناس تاتي اليه وتعبده، لكن لا يجبر احد على ان هو يجي علشان يعبده. المسيح بيقول كده، تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. اللي تعبان يروح له هيوجد ليه راحه. طب اللي تعبان وما راحلوش مش هيتدخل، مش هيعمل معاه حاجه. ليه؟ لان هو بيحترم الحريه الشخصيه. اللي بيحصل على مستوى العالم مثلا النهارده في افغانستان والعراق ومصر واليمن والذبح والقتل وكل ده، هل دي اراده ربنا او دي قدره ربنا؟ ابدا، الله لا يريد ان هو يصنع شرا باي انسان على الاطلاق، لكن اللي بيحصل ده بدافع من ابليس ومن الاشخاص اللي هم سلموا نفسهم لابليس. المكتوب كده عن ابليس في يوحنا 8:44، انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون
أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، هو اللي دفع قايين هو يقتل أخوه ولم يثبت في الحق لأن له ليس فيه حق. يبقى اللي بيقتل واللي بيذبح واللي بيهلك ده إبليس وأعوان إبليس، ملوش علاقة بربنا خالص. ربنا ما أمرش ولا مرة إن إنسان يقتل إنسان. في شيء أنا أعتقد أنه يجسد الفكرة اللي بنتكلم فيها دلوقتي، الله في الإسلام انعكاس لشخصية محمد. محمد كان يريد أن أي شيء يريده يفعله، حتى عائشة قالت ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، يعني ربنا بيلبي كل رغباتك. فإذا ما دام محمد كان كل شيء يريده يفعله، خلق شخصية الله في الإسلام أنه أي شيء يريد الله أن يفعله يفعله. ما فيش احترام لحرية الإنسان، ما فيش احترام حتى لقوانينه الشخصية. يعني حتى فكرة أن الله يضل من يشاء، يعني الضلال ده من صفات الشيطان. طبعا الشيطان بيضل. طبعا لكن الإسلام بينسب حتى الله ممكن يضل الناس. طب هو هيحاسبهم ازاي يا جماعة؟ يعني دلوقتي لما ربنا هو بيضل الناس، لما ربنا بيفرض على ناس تآمن وناس ما تآمنش، يبقى يحاسبهم ازاي؟ هل ده عدل؟ ده هنا بندمر شخصية الله وبنعمل إله مشوه بنحطه في ذهننا. لازم نراجع اللي احنا بنقوله واللي احنا بنفهمه. مش ممكن ربنا يفرض على حد ان هو يآمن بيه او ان هو يأتي اليه او ان هو يعبده او ان هو يحبه، فرض مستحيل. الله عطى الانسان الحرية الكاملة ان هو يقرر ما يريده، والانسان هو اللي بيتصرف على ضوء كده. ربنا بيتحاسب مع نتيجة افعاله، هو بيحصل على ما زرعه. طيب انت دلوقتي ايه تطبيق كلي القدره في حياتك كمسيح؟ هل بتجبر الناس من خلال فهمك لكل الله كلي القدره، هل بتجبر الناس، بترغمهم، بتعمل اي حاجه؟ انا كمسيحي يعني كمسيحي انا بنادي برساله المسيح للناس كلها، لكن ولا مره اجبرت حد او ضغطت على حد أو قلت له لازم تبقى مؤمن بالمسيح. لا، أنا بقول له المسيح بيحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح عايزك ترجع عشان ينقذك، مش عشانه هو، لا، عشان هو عايز ينقذ حياتك ومستقبلك الأبدي. إذا أنت اكتشفت وجيت أهلا وسهلا، لكن مفيش إجبار ولا فيش ضغط ولا فيش ترغيم ولا ترغيب، لكن في دعوة بالمحبة إنك تعرف قد إيه الله بيحبك وعايزك ترجع له عشان تعيش حياة أفضل ومستقبلك يبقى أفضل، لكن مفيش قهر ولا إرغام ولا ضغط ولا أي أسلوب فيه عنف عشان الناس تيجي لربنا. ده مستحيل، ربنا يقدر يعملها لوحده من غير ما أي حد يعملها بقوته ولا بسلطان. طيب نيجي لصفة تانية، لكن قبل أن ننتقل لصفة تانية ونشوف تطبيقاتها العملية، أنا أتوجه لكل المشاهدين، الحلقة حلقتكم والموضوع موضوعكم، فأرجو تشاركوني. يعني أنا بنتظر بعد 10 دقائق تقريبا ممكن نبدأ في أخذ المكالمات، وأيضا أنتظر إيميلاتكم، الإيميل سيظهر على الشاشة، يبعثوا إيميلات شاركوني الموضوع. هل هناك انعكاس لصفات الله على المسلمين؟ هم تخيلوا الله كذا عشان كذا بيتصرفوا بالشكل الذي يتصرفوا به، أم أنه هناك شيء آخر؟ هل اللي بنشوفه في العالم الإسلامي هو انعكاس طبيعي لصفات معبودهم؟ وهل اللي بنشوفه في المسيحية هو لازم يكون انعكاس لصفات الله في المسيحية؟ الصفة الثانية. تفضل. ممكن نتكلم عن صفة المحبة في الله. أيوه. دي تفرد بها الإنجيل، هو اللي أعلن أن الله محبة، مفيش طبعًا أي طبعًا حد أعلن. طبعًا. هو المسيح جسد المحبة، لكن في إعلانات واضحة في الكتاب. يعني مثلا هاخد آية واحدة في رسالة الرسول يوحنا الأولى، أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. فده إعلان واضح وصريح من الإنجيل في كل الكتاب، أعلن أن الله محبة. الله ذاته محبة، أهم صفة من صفاته محبة، وعايز يتعامل مع كل إنسان مش المؤمنين، لا، الله بيحب كل البشر.
المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والشيوعيين والملحدين والبعيدين، ويشرق شمسه على الأشرار والأبرار يوميا، لأن محبتهم ما بتتغيرش أبدا. طيب خليني أسألك، الخطاة والناس اللي بيرتكبوا ذنوب والناس اللي بيعملوا معاصي أيضا يحبهم الله؟ أكيد 100%، الله بيحب كل البشر وخاصة الخطاة، بيحبهم حتى بمحبته يجذبهم يرجعوا عن شرهم. الله موقفه الثابت ان هو محبة ويحب كل انسان، سواء الناس اللي هي عرفته ومؤمنة بيه وبتحبه، او الناس اللي رفضته، محبته ثابتة لا تتغير الى الابد. ما دي تخلق مشكلة عند المسلم. فضل. ازاي ربنا يحب شخص يعمل ضد ارادته، يعمل اشياء مخالفة لارادته؟ كيف ان الله يحب اشخاص من هذا القبيل؟ هنا بقى بيفرق بين حاجتين، بين الشخص وبين التصرف بتاعه. وأنا حسيت بالأزمة دي لما مرة كنت مع أصدقاء مسلمين ليا في مصر وبتكلم معهم عن ما جاء في يوحنا 8 عن المرأة التي أمسكت في الزنا، وإن المسيح قال من منكم بلا خطية فليرجمها بحجر، وهو قال لها أنا نفسي لا أدينك لكن اذهبي ولا تخطئي مرة ثانية. فرد واحد من إخواتي المسلمين واعترض وقال إيه ده؟ هو فين بقى عدل ربنا؟ وفين بقى إن هو يسيبها في الخطية بتاعتها دي؟ في فرق بين الشخص وبين فعل الشخص. الله يكره الخطية فقط. طب ليه بيكرهها؟ هل بتأذيه؟ لا، ده هو بيكرهها علشان بتأذي ولاده. نتيجة ان الله بيحبنا هو بيكره الخطية. يبقى في فرق ما بين الانسان الخاطي وبين فعل الخطية، في فرق بين الاتنين جامد جدا. الله بيحبنا سواء احنا كويسين او ان احنا خطاه، محبته لا تتغير، لكن هو بيكره الخطية اللي هي بتدمرني. عشان كده هو بيرفض الشر، وهو بيكره الشر والخطية، وهو بيقاوم الشر، لأن الإنسان هيفسد وهيضيع بسبب الشر ده. أنا جاي للتطبيق العملي، لأن أنا عايز مش نتكلم في الفضاء. فضل. يعني لازم أشياء عملية، لكن قبل أجي للتطبيق العملي في الإسلام بقى، انت لما كنت بتتكلم ذكرتني بايات لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لماتي لادعو ابرارا الى التوبه بل خطاة الى التوبه. في الاسلام في غافر، سوره غافر ايه 28، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الزمر ايه 3، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله بيهدي بس القوم الحلوين يعني في الاسلام، بنقي. طب لو هو ما بيهديش الكاذب وما بيهديش الكفار وما بيهديش المسرف، بيهدي مين يعني؟ اللي هم كويسين لوحديهم هو بيهديهم. صفات الله في الاسلام انا اجدها مشوهه، عشان ولهذا السبب نجد المسلمين مشوهين فكريا، لانه اخذوا صفات مشوهه عن الله. شيء اخر في الإسلام، الله يكره ناس وما بنعرفش السبب، حتى ما بنعرفش السبب. حديث صحيح ورد في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب في باب خاص، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده، وإذا أبغض عبدا أبغضه إلى عباده. ماذا يقول؟ مروي عن أبي هريرة عن رسول الله قال، اسمعني كويس أخ سمويل لأنه دي مهمة وعايزك تعلق عليها، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل قال له تعالى، قال إني أحب فلانا فأحبه، يعني يا جبريل أنا بحب فلان، حبه أنت. قال فيحب جبريل، طبعا ما يقدرش يقول لا لربنا. ثم ينادي في السماء جبريل فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، بينادي في كل الملائكة يقول لهم فلان بيحبوا ربنا، فيحبه أهل السماء، الملائكة كمان بيحبوه لأن الله بيحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض، حط الله له نوع من القبول في الأرض، تصير الناس كلها بتحبه. وإذا أبغض، دلوقتي العكس، إذا أبغض عبدا، الله أبغض واحد ما حبوش مش عاجبه، دعا جبريل قال له تعال إني أبغض فلانا فأبغضه، حتى جبريل مرغم يبغض الشخص، قال فيبغض جبريل. ثم ينادي في أهل السماء، بيدعو في أهل السماء فيقول إن الله يبغض فلانا مثلا، فبيقول له فأبغضوه،
قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض أيضا، يعني بين الناس، الله الذي يضع له البغضاء ما بين الناس. هل دي صورة معقولة عن الله في الإسلام؟ مستحيل يكون ده الله، ده مستحيل. شوف بقى الله في الكتاب المقدس بيقول عنه إيه. بيقول لك كده المسيح في متى 5:44، أحبوا أعداءكم. ليه قال كده؟ أنه بيحبنا وبيزرع فينا المحبة، وبيقول أنا ساعدكم تحبوا. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا للذين يسيئون إليكم ويطردونكم. شوف الرسول يوحنا تعلم عن المحبة من المسيح، وقال كده في رسالته الأولى أصحاح 4:20، لأن من لا يحب أخاه الإنسان الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ من يحب الله يحب أخاه الإنسان أيضا. إذن الله محبة، دي حقيقة مهمة جدا. أي حد ما يعرفش أن الله محبة يبقى ما يعرفش الله، يبقى فهمه عن الله خاطئ جدا. أي عقيدة بتعلم أن الله مش محبة يبقى عقيدة فاسدة وليس لها علاقة ولا فهم بالله. ونتيجة لأن الله محبة، هو ملأ قلوبنا بالمحبة وأوصانا بالمحبة وعلمنا أن الإنسان يحب أخوه الإنسان مهما كان دينه، مهما كان. عشان كده عايز أقول لك حاجة، ليه المسلمين بيقتلوا؟ ليه؟ إن هما ما يعرفوش المحبة، إن مفيش تعليم عن المحبة عندهم إطلاقا. مفيش إن أنت تعلم أخوك، مفيش صفة المحبة في الله، فما استمدوش الصفة دي في حياتهم. نعم، استمدوا إن الله لو أبغض فلان، الله بيبغض والله بيكره. ما دام الله بيبغض اليهود ويبغض النصارى لأنهم كفار، أنا كمسلم لازم أبغض النصارى واليهود وأطبق تعاليمه. فعلا زي ما قلت لك، الصفات، تصرفات المسلمين على الأرض تعكس صفات الله في دينهم وفي قرآنهم. تعال نديك مثل عملي الأسبوع اللي فات، اللي حصل في الزلزال في جزيرة هايتي. آلاف ماتوا وناس كتير تشردت. وشيء محزن. إيه الموقف من المؤمنين اللي أنا شفت منهم كسرين وفرحت بيهم؟ أخذوا قرار إن هم يساعدوا الناس، لكن كمان أخذوا قرار تاني مهم قوي بدافع المحبة، إن هم يتبنوا أطفال كثيرين مشردين ويتبنوهم. ليه؟ لأن المسيح في تعليمه أعلى لينا إن إحنا صرنا أولاد لله بالتبني. تبنانا وأعطانا روح البنوة اللي بيه نصرخ لله يا أبا الآب. وعشان إحنا اكتشفنا إيه معنى التبني، فالناس دولت اتجهوا إلى الجزيرة وتبنوا أطفال مشردين، فقراء محتاجين، ظروفهم صعبة جدا، ياخدوهم ويتبنوهم ويعتنوا بيهم. ده تعبير عملي عن المحبة الصادقة. يبقى ما يقدرش مسلم يعمل كده. هيعمل ازاي لما مش تبني؟ ما استمدهاش من إله الإسلام، استمد صفة المحبة والتبني والبنوة. حتى البنوة صارت حرام، التبني صار حرام بسبب شهوة محمد لزوجة. ما يقدرش يتبنى، ما يقدرش يتبنى، ولا يقدرش يعمل خير، ولا يقدرش بدافع المحبة يهتم بالآخر. عشان كده ده تحدي عملي النهاردة، مين بيتحرك في الأزمات العالمية ويساند ويساعد ويدفع ويروح؟ المؤمنين. المؤمنين بيتحركوا بدوافع المحبة اللي لمستهم من ربنا المحب. وبدافع هذه المحبة ابتدوا ياخد مواقف عملية لمحبة الآخرين، وإن هم يمدوا يد المعونة والمساعدة والإنقاذ والتبني لكثيرين حول العالم. وده إظهار مين الله الحقيقي اللي علمنا هذا الحب. مين اللي علمنا عن ان احنا نحب الاخر؟ مين اللي علمنا ان احنا نحب كل الناس بلا استثناء؟ اسالك دلوقتي، بنشوف خطباء جمعه ومشايخ، وانا عرضت الكثير منهم خلال حلقات سؤال جريء، انه بيطلعوا ويسبوا ويشتموا ويلعنوا. نعم. في الحقيقه لا يلاموا طبعا، لانه واحده من صفات اله الاسلام انه يكره ناس ويحب ناس، هو يحب المسلمين فقط. الاناء بما فيه ينضح، فهو اللي عنده كراهيه واللي عنده بغضه الاناء بما فيه ينضح. انا معاك، لو طلع القرداوي وسب وشتم ولعن وحرض الناس على اليهود والنصارى، فهو لا يعكس الا صوره اله يبغض هؤلاء الناس. نعم.
لو طلع دلوقتي، أنا أسألك سؤال، لو طلع في كنيستك دلوقتي شخص على المنبر وقال يا مسيحيين لازم تبغضوا المسلمين، هل سيلقى كلامه ترحيب في المسيحيين وليه؟ لا، ده بمنتهى الصعوبة. احنا في وسط الغضب والمظاهرات قلنا ان احنا لازم ناخد مواقف عملية. بعض الناس قالت لك لا، بس خلينا نهدى ونقعد ونفكر ونشوف نعمل ايه. احنا مش ممكن نتصرف بدوافع غير المكتوبة في الكتاب. يبقى احنا عندنا تعليم بيدفع اتجاهاتنا حتى في الردود على المذابح واللي بيحصل معانا بطريقه مختلفه. مفيش ولا مسيح النهارده يقدر يقول لك تعالى نحمل سلاح ونواجه المسلمين في مصر بالسلاح. ليه؟ هل هم ما عندهمش سلاح او ما عندهمش امكانيه؟ عندهم، بس عندهم نص، عندهم تعليم، عندهم قدره. بس اللي بيحد القدره والتصرف، هل ما يستطيعش مسيحي يحمل رشاش ايضا ويذهب الى امام مسجد ورش المصلين يضربهم؟ هو ده السؤال العملي اللي احنا ممكن نوجهه للمسلمين في مصر. 160 مذبحة حدثت للمسيحيين في 38 سنة غير 240 اعتداء. لكن في كل هذه المذابح مفيش ولا مرة مسيحي قدر ان هو يضرب واحد مسلم ويقتله. ليه؟ مش خوفا، مش لان ما عندوش القدرة. ده في الكشح في ناس كانوا عندهم أسلحة في حياتهم الشخصية ما ردوش يستخدموها لان هم ملتزمين بتعليم الكتاب. محكوم بالصفة، الله علمه ما يقتلش حد. الانسان ما يقتلش الانسان، لان سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه. يبقى إذا احنا عارفين مين الله وعارفين تعليم الله وملتزمين بطاعة الله ومنتظرين تدخل الله عشان هو اللي يقدر يتدخل. أكتر من كده، لما بتكلم عن الله محبة ده بيوريني بطريقة عملية إن الله منتظر عودتي كإنسان، زي ما موجود في لوقا 15 عن الابن الضال وخرج وبعد عن أبوه، لكن أبوه كان منتظره، مجرد ما شافه جاي ركض عليه لأن ياخده بالأحضان. ده المسيح اللي قال هذا المثل عشان يورينا مين هو الله. الله آب محب بينتظر عودة أولاده اللي هم البشر، يعني مش المسيحيين، لا، عودة البشر اللي هم كل الناس أن يرجعوا إليه، وهو هيرحب بيهم ويصلح حالتهم ويغير أفكارهم ويغفر خطاياهم، لأن هو مش عايز إنسان واحد يهلك. أشكرك الشيخ سموئيل، ونتوقف مع فاصل نعود بعده لتكملة هذه الحلقة من سؤال جري. الدكتور لبيب ميخائيل من أهم الذين كتبوا عن الإسلام والمسيحية. حياته، أعماله، مواقفه. أحداث يذكرها لأول مرة في حلقة خاصة من برنامج سؤال جري. مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام في تكملة هذه الحلقة من سؤال جري. وصلتني بعض الإيميلات الآن من بعض المشاهدين في القس أفضل، يقول سؤالي، طبعا بيقدم تعزيات، يعني مقدمة شوية طويلة، كما أنا سعيد بهذه الحلقة الرائعة ولا سيما أني في هذه الأيام بصدد كتابة كتاب تحت عنوان لا إله إلا الله، في استعراض هوية الله في الإسلام والمسيحية. يقول سؤالي إلى الشيخ سموئيل، كيف يمكنني أن أدرك هوية الله الحقيقية؟ كيف تساعدني هذه الهوية في تغيير مفهوم الديني ومعاملتي مع الآخرين؟ لو تسجل سؤال، ده سؤال مهم، لكن أكتر حاجة تساعدني أن أنا أعرف الله هو الكتاب المقدس. فيه إعلان واضح من البداية من التكوين للرؤية عن شخص الله. في دراسات كتيرة موجودة النهاردة على الإنترنت، زي لو دخلت على كنيسة قصر الدبارة هتلاقي برنامج عن تلمذة المسيح، هتلاقي حاجة حلوة قوي عن شخص الله بطريقة أوضح، وتقدر أن أنت تدرس معاهم وتبقى تلميذ في مدرسة المسيح. في أخ مايكل بعت آيات تعزية للإخوة أهالي الشهداء، قال الآيات من يوحنا 16، يقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعتروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. فمهم نعرف صفات الله، فالإنسان طبعا يتصرف بناء عن معرفته بصفات الله. لما تعرف الله صح هتعيش صح،
بالنسبة لي 100% هذه أمور عملية. معرفة المسلمين لله معرفة خاطئة، لأن تطبيقاتهم بتوحي بهذا. الكوارث اللي جلبوها على المجتمعات الآن، ما فيش عملية إرهابية دلوقتي وما تلاقيش اسم مسلم فيها. كل الدافع بدافع تعليم إسلامي عام من القرآن، عن أنت تقضي على الآخر، تقتل الآخر، تهاجم الآخر، تستولي على أموال الآخر. أنا تعلمت جدا لما قريت كتاب الكشح، وعرفت أن هم مش قتلوا بس الناس، لكن كمان نهبوا أموالهم وممتلكاتهم وتعرضوا لحاجات كتيرة. طب إيه اللي خلى الناس تتحول إلى هذه الوحشية؟ تعليم خاطئ عن الله، وباسم الله بيتصرفوا. بس حتى دولت لو تابوا، لو رجعوا، لو فهموا، هيجوا لله والله هيقبلهم، لأن هو بينتظر عودة البعيدين من الأشرار والمجرمين. الله بيقبل توبة جميع المعترفين بخطاياهم يرجعوا إلى الله. في إيميل من أخ رامز يقول: عزيز الأخ رشيد، هل الله ضعيف حتى ينتظر بشر أن يدافعوا عن العقيدة السليمة؟ وإذا كان ذلك فلماذا يعاقب عن القتل؟ ده سؤال مهم. في سؤال آخر: ماذا عن الأطفال؟ هل عندما ننقل إليهم إيماننا نجبرهم؟ هل لا نحترم اختيارهم؟ عندي إجابة للاثنين. السؤال الأولاني: الله بيستخدمنا. الله مش بيعمل الآن في الأرض لوحده، بيعمل من خلال الكنيسة أو جماعة المؤمنين. وعشان كده هو قال اكرزوا للعالم كله، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب ما هو يكرز بقى هو بنفسه أو بالملائكة. في قصص كتير ما فيش وقت ليها، بتعبر إن الله مش بيتدخل. عايز الإنسان المؤمن اللي اختبر وعرف محبة الله وفداء الله، هو اللي ينقل ويعرف الآخرين. ودي مسؤولية الكنيسة النهاردة، إن هي تحمل رسالة الإنجيل للكل. بإذن ربنا حتى في مواجهة المشاكل لما نستعرض الكتاب هلاقيه استخدم أشخاص كانوا مطيعين. يعني جدعون لما وافق على ان ربنا يستخدمه، ربنا استخدمه وعمل بيه امور عظيمه جدا. دانيال ونحاميا وكل الكتاب بيتكلم عن اشخاص كثيرين الله استخدمهم بطريقه رائعه. بالنسبه للاولاد، انا بشكر ربنا اتعلمت درس من واحد مسلم من زمان اتعرفت عليه، وقال لي انا بعلم اولادي يعرفوا كل حاجه، بقول لهم على اختباري، بقول لهم على التعليم الصحيح، لكن بقول لهم اللي فيه اسلام وفيه يهوديه وفيه بوذيه، ودول بيقولوا كذا ويقولوا كذا، وانتوا فكروا كويس وعرفوا كويس وقرروا. مفيش اولاد ممكن يبقوا مؤمنين نتيجه ان ابائهم مؤمنين. لما نقرا في يوحنا 1:13: الايمان الذي ولدوا ليس من دم ولا مشيئه جسد ولا مشيئه رجل، بل من الله. مفيش وراثه في الايمان الصحيح. وأنا بضيف يعني كشخص عبرت من الإسلام للمسيحية، أقول أنه أنا مسؤوليتي أعلم ابني ما أعتقد أنه حق بالنسبة لي، وما أؤمن به أنه حق. لكن لو كبر وصار في عمر يستطيع القرار فيه وقرر لسبب أو لآخر يغير عقيدته، رغم حزني الشديد اللي حيكون، لكن لن أبغضه، لن أكرهه، لن أجبره، ومش حنادي بحد الردة، ومش حطرده، ومش عامل الأشياء اللي تعمل الآن في أولاد العائلات الإسلامية. ناخذ الأخ يوسف من الجزائر. أهلا بك أخ يوسف، أنا سامعك، تفضل. ألو. ألو، سلام المسيح معك يا أخ رشيد. سلام المسيح، تفضل. سلام المسيح أيضا مع للأخ صمويل. سلام المسيح لك حبيبي. أنا عادر جديد، يعني عندي أكثر من سنة، وأنا يعني أسبوعيا كنت أتصل بكم، لكن المكتوب حقول يعني المكتوب يعني ما كتبش أني أتكلم مباشرة، يعني ما فيش يعني مكتوب يا أخي يوسف. طيب معلش معلش، الرجل لسه جديد بالراحة عليه. ما فيش مكتوب يا أخي يوسف صدقني. طيب كمل معي أخي يوسف. لو كنت مسلم كنت حزعل يعني، لكن احمد الرب انه يعني سكب محبته في قلبي. يعني انا عدت يعني اغفر كثير واسمح كثير واحب الناس كثير. يعني امين. هل لاحظت تصرفاتك تغيرت بعد ما عرفت بعض الامور عن الله اللي ما كنتش تعرفها في الاسلام؟ 180 درجه. نشكرك. ادينا امثله مثلا عشان نساعد الناس اللي بتسمع الان وبتشوف. أنا صراحة أنا من
من عائلة زي ما بيقول يعني في الجزائر عائلة شريفة يعني المرابطون. أنت تعرف يعني إيه المرابط؟ أي. المرابطة يعني عندنا زاوية وبندرس القرآن و... والناس بتقدم ذبائح عندنا ويعني كل أمور دي يعني. عشت يعني حياة تعيسة جدا لأني أنا من صغري وأنا انفصلت عن أمي منذ سنتين يعني لما كان في عمري سنتين انفصلت عن أمي وداتني جداتي يعني ورباتني الجدة بعيد بثلاث يعني أكثر من 600 كيلومتر وهذا يعني فقدان حنان الأم يعني كنت من صغري وأنا حنين بحب الناس بحب يعني كنت بحب لكن يعني الميزة هذه يعني ما وجدتها يعني في مجتمع تاعنا يعني ما وجدتهاش ما فيش يعني محبة يعني كاين ايش نقولوا يعني العين بالعين والسن بالسن والناس تكره بعضها والناس يعني في أمور يعني تلك يعني الأمور يعني ما كنت يعني فرحان يعني لما أشوف يعني مجتمع يعبد في الله ولكن للأسف يعني ما فيش يعني رحمة ما فيش يعني محبة ما فيش لكن أحمد الرب أني هذه المشاكل يعني اللي صرف لي يعني في صغري يوم من الأيام هكذا يعني ولعت يعني التلفزيون وشفتك أنت وشفت يعني الأخ بطرس وكذا وبعد صرا لي يعني شغل باش نقول يعني صرا لي شغل تذبذب ما لقيت روحي يعني أبقى مسلم أو يعني أروح المسيحية لأنه بين الاثنين في صغري كانوا بيقولوا لنا المسيح يعني كفار يعني كتبهم يعني كلها محرفة وكذا صح توجهت لله سبحانه يعني مباشرة قلت له يا رب إن كنت يعني أنا نبحث عنك أنا أدرك أنك أنت تبحث عني كثير إن كنت أنا بحبك أنت بتحبني كثير أرجوك يا رب أريني طريق الحق وفي الليلة ذاتها يعني ظهر لي يسوع المسيح في النافذة وأنا أكلمه يعني أسبح الرب لكن لما ظهر لي بحكم أني يعني في يعني بداخلي كنت أشوف يعني المسيح أنه ما هو إلا بشر كنت أمجد في الله وأسبح في الله وأنا عيناي يعني في السماء يعني ما كنت بخضر يعني في وجهه لكن بعد لحظات لما يعني أراد يعني أن يحجب يعني صورته عني بديت أترجاه وأقول له يعني يا رب ارجع لي فهم يعني في تلك اللحظة فقط فهمت أن يسوع المسيح هو الله لأني كنت أترجاه وأقول له يعني يا رب ارجع لا تتركني أنا مشتاق لك أنا يعني نشكر الرب من أجلك أخ يوسف وللإشارة فقط للناس اللي ما يعرفوش يمكن أحداث نجح حمادي غطت على أحداث كثيرة لكن في نفس أعياد الميلاد أعرف أنه حصل عندكم نفس الشيء في الجزائر تعدي على الكنائس من طرف أيوة. مسلمين أيوة بالضبط يعني قبل ما يحرقوا كنيسة يعني لا لم يريدوا يعني أن يتركوا المسيحيين يعني عشان يصلوا يعني في سلامه داروا يعني عاملينهم يعني شغل السد السد يعني عشان ما يصلوش عشان يحرموهم الاحتفال بأعياد الميلاد نعم أيوة لا الصلاة يعني قبل عيد الميلاد الصلاة أولا مش عايزين يخلوا المسيحيين يصلوا ويعبدوا في الرب يعني مش عارف ليه يعني للأسف وحرقوا الكنيسة أنا عرفت أنا وصلتني صور وأشكر الأخوة اللي بعتوها وإحنا بنجمع كل الأشياء عايزين نعمل شيء على مستوى أكبر من حدث واحد في منطقة واحدة حتى العالم كله يشوف اللي بيحصل للمسيحيين في أماكن كثيرة في العالم نفس التصرفات تنقل باختلاف البلدان باختلاف كل شيء لأنه بتجمعهم عقيدة واحدة نفس الصفات بيعتقدوها عن الله تعليم شيطان أشكرك أخي يوسف وأنا استمتعت بالحديث معك تفضل قبل أن أتركك أنا شفتك في المنام عندي يومين فقط نشكر رب أنه بيستخدم المنام ليكلم الأشخاص
عشان كده اليوم يعني اتصلت قلت يعني كنت متأكد يعني أني أن الخط بتاعي يعني مش هيفقد يعني. طيب نشكر رب أنه حقق لك حلمك. أمين. أشكرك أخي. أشكر. نأخذ مكالمة من صديقنا الأخ عماد من الولايات المتحدة. أهلا بك. اهلا يا عماد. مساء الخير اخي رشيد. مساء الخير يا شيخ صمويل. حبيبك يا حبيبك. ابن بلدك. شايف المسلمين بيحبوا المسيحيين نفس النوعيه دي نسمع صوتها يا عماد صح؟ الله يخليك. هل انت موافق على اللي بيحصل يا عماد من المسلمين مع المسيحيين في مصر والجزائر؟ اتكلم انا الجزائر ما اعرفش. انا هتكلم على اللي حصل في مصر. اولا بقدم التعازي لاسر الشهداء السبعه المصريين. مش هقول لمسيحيين ولا مسلمين. سبعه مصريين استشهدوا دول غاليين علينا كلنا. لكن هم مسيحيين ايضا يعني ما ننكرش يعني ما نشيلش هويتهم الدينيه ايضا. انا بقول انا بالنسبه لي انا سبعه مصريين يعني سبعه اخواتي اتقتلوا. واخد بالك؟ حلو تعبير اخواتي يا عماد. حلو قوي ان انت تقول اخواتي ماتوا اتقتلوا. انت انا ليا صديقي هناك من فنجة حمادي كان معايا في كليه طب اسنان اسكندريه. ده زي اخويا. ما فيش كان شيء. وكنا بنذاكر مع بعض وبنقعد مع بعض يمكن اكتر ما كنا بنقعد مع اخواتنا في ايام الامتحانات. طيب خلينا اسالك سؤال في الحلقه دي ما دام تابعت معانا. انت طيب مش شايف طيب كمل اتفضل. انا بعد ما اتقبض على الثلاث مجرمين اللي عملوا العمليه ديت انا بعت على الانترنت لوزاره الخارجيه في المصريه قلت دولت لازم يتحاكموا يا اما محاكمه عسكريه يا اما في محكمه امن الدوله العليا مش القضاء العادي عشان ما يبقاش قدامهم أمد يطولوا في القضية نقض وطعن والكلام ده. لازم محكمة عسكرية يبقى الحكم ونفس إن ما يتحكم عليهم بالإعدام. طبعا ما فيش أي حاجة تانية يتحكم عليهم بإعدام رميا بالرصاص في نفس المكان اللي ارتكبوا فيهم الجريمة بتاعتهم القذرة دي. يعني بصراحة يعني أنا ما بحبش الموت لأي شخص يعني شخصيا لكن حتى لو كان مجرم أعمل إيه؟ هو لازم الأمر يصحح من داخل من جوا يعني لو ما طلعش واحد حيطلع واحد تاني. أنا بالنسبة لي المشكلة أعمق من واحد قتل مسيحيين. المشكلة بالنسبة لي دينية. لا دينية لا دينية أنا أختلف معك في ديت تماما يعني. إحنا عندنا في حديثين عن الرسول بيقول من آذى ذميا فقد أذاني. ده حديث ضعيف ورجعوا ضعفوا الألباني يا أخ عماد. وفي من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. حديث ضعيف برضه وده بيقولوا عنه حتى موضوع على لسان محمد. لا مش موضوع. ده حديث موجود في صحيح البخاري. لا مش موجود في صحيح البخاري. مش موجود في صحيح البخاري. هجيب لك رقمه الاسبوع جيب لي. وانا بقول لك انه مش موجود في الصحيحين الاثنين لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. لاني يعني حققت الحديث بنفسي. هو حديث موضوع وضعفه الالباني وملوش اي اساس. الاحاديث الصحيحه اللي عندي انه الاسلام بيجبر الناس. حديث صحيح انا ذكرت من قبل شويه انه المسلمين هم خير امه بيجروا الناس السلاسل من اعناقهم. والحديث الصحيح انه الله ما بيحبش الكفار ما بيحبش المشركين بيحب بس المسلمين انه يبغض ناس ويحب ناس تانيين. كل دي تكلمنا فيها أحاديث صحيحة بتعكس صورة الإله في الإسلام. فلو إجا مسلم وكره المسيحيين مش هتطلبوا بيحبوهم ما دام الله نفسه كفرهم في كتابه وعلموا كده. فأنت بتناقض نفسك يا أخ عماد. تفضل. أنا عندي سؤال ممكن أسأله؟ عايز أسألك يا عماد. معلش خلي بس أنا عايز أسمع جوابه وحدك فرصة يا أخ صمويل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بر وقسط إليهم. يا أخ عماد. ده هو ده الإسلام. يا أخ عماد. ولا تعتادوا إن الله لا يحب المعتدين. ده الإسلام. أي. لكن في نفس الوقت أنت عارف إنه بص يا أخ عماد. أخ عماد. لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آية منسوخة لأنه اللي جاء في سورة التوبة وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يدخلوا الإسلام أو يعطوا الجزية الآية 29 من سورة التوبة لغت الآيات دي كلها وبنكررها في كل حلقة. فمن آخر ما أنزل هي سورة التوبة وهي بتؤمر واحد مسلم يقاتل أهل الكتاب اللي هم المسيحيين واليهود. فلو إجا واحد وضربهم وقتلهم مش ممكن تلومه. لازم تلوم إله الإسلام اللي شرع هذه العقيدة. تفضل. لا إله الإسلام شرع الدفاع عن النفس
احنا عندنا جهاد في الاسلام او القتال في الاسلام مشرع لحاجتين، لنشر الدعوه وتاني حاجه الدفاع عن النفس. اشكرك انك قلت انه لنشر الدعوه. طيب انا هكمل كلامي، هو نشر الدعوه دلوقتي احنا لم نعد في حاجه اليه، لان دلوقتي الدعوه منتشره. مين قال لك؟ عندك نص بيقول لك مش محتاج له؟ هكمل كلامي بس. ما هو الكلام مش ممكن تطلقه كده يعني من غير نصوص. طيب وعندك كمان اولا الجهاد ده له شروط، مش روحوا اقتله وروحوا اعمله. طيب. مش مفتوحه العمليه. لا مفتوحه، في جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو نذهب للكفار ونقتلهم عشان يدخلوا الاسلام، وجهاد الدفع هو ندافع عن ارضنا لو احتلت او اسير اخذ من المسلمين. انا عملت حلقه كامله كلها عن الجهاد، حلقه 41 وانت عارفها. خلينا ندي الاخ سمويل فرصه يسالك سؤال، تفضل. الاسلام هنا ما فيهوش اكفار، ما فيهوش يا اخ عماد. ايوه انا ليا سؤال عندك وعند كل مسلم معتدل زيك، ايه تحليلك للمذابح المستمره ضد المسيحيين في مصر في اماكن مختلفه ويقتلوا المسيحيين الابرياء؟ ايه تحليلك اللي حصل في العراق والمسلمين قاموا على المسيحيين وذبحوهم؟ ايه تحليلك اللي سمعته عن المسلمين قاموا في الجزائر وحرقوا كنيسه؟ ايه تحليلك للي حصل في ماليزيا، المسلمين قاموا وحرقوا كنائس المسيحيين في ماليزيا؟ ايه تحليلك اللي حصل في نيجيريا من كام يوم وقاموا المسلمين وضربوا المسيحيين وكسروا ممتلكاتهم وقتلوا بعضهم؟ ايه تحليلك لكل المسلمين الموجودين في اماكن كتيره وبيحصل منهم نفس الموقف وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب؟ ايه الاجابه عندك؟ انت حضرتك دي ممكن بتكون مشكله صغيره تبتدي بين مسلم ومسيحي. كلهم المسلمين كلهم بيقتلوا المسيحيين في كل الاماكن. طب وايه تحليل حضرتك للي امريكا بتعمله في العراق او عملته في العراق؟ طب امريكا مالها ومال المسيحيه؟ حد قال لك ان امريكا مسيحيه؟ طيب سمعت مره حد مثلا من امريكا الجيوش اللي كانت غزت بينادي قبل ما يقتل اي واحد مسلم بيقول مثلا هللويا المقابل بتاع الله اكبر، او بيقول له انا بناء على الايه اللي في انجيل يوحنا اقتلك الان او اذبحك؟ انا شفت صور على الفيديو واحد بيقول الله اكبر وبيقرا ايات وبيذبح في ناس، الزرقاوي ذبح الامريكي وهو بيكبر ويقرا ايات، فما تقدرش تجيب دي مقابل دي. سمعت واحد، جيب لي صوره واحده انا اجيب لك المئات. او حادثه واحده، آية واحدة في الإنجيل يعني عن الذبح؟ لا، جيب لي واحد جندي واحد بيذبح في واحد مسلم بيقول أنا بناء على الآية اللي في إنجيل كذا أذبحك الآن هللويا ويقطع له راسه. في القتل ده متبادل هنا وهنا، ما فيش دم متبادل. الدواهري بيستشهد بالقرآن، ابن لادن بيستشهد بالقرآن، الزرقاوي بيستشهد بالقرآن، اللي عمل بأمريكا بتكساس كبر قبل القتل، اللي كان عايز يفجر كلهم، حتى محمد عطا قبل ما يطلع للطيارة قرأ سورة التوبة أو حطها في الوصية بتاعته، كلهم لا دي ممكن تعمل لها حلقه كامله، ودي ممكن نتناقش فيها حكايه احداث 11 سبتمبر. المهم ممكن نتناقش. جيب لي انا قلت لك انا ممكن اجيب لك مئات الارهابيين يستخدموا القران والحديث ويقولوا الله اكبر قبل قتل اي شخص. جيب لي صوره واحده، فيديو واحد لجندي واحد امريكي عمل كده انطلاقا من الانجيل، وانا خلاص اخسر المناظره معك. اقول لك، فاكر انت في العراق الجندي اللي دخل في مسجد وضرب واحد في المسجد ممتت؟ طب قال له ايه؟ ما شفتهاش. قال له هللويا؟ قال له احنا ما سمعناش، ده بيضرب موجه ده جندي امريكي، ممكن يكون جندي ملحد، ممكن يكون اي جندي، مش ممكن يكون مسلم، ممكن يكون حتى جندي مسلم. طب هل عندك دليل على انه مسيحي؟ انا جبت لك ناس مسلمين متزمتين مربين اللحي وعافين عن الشارب ومواظبين على الصلاه وبيروحوا المسجد ومطبقين الاسلام بحذافيره. يعني هو المسلم لما يتقتل ما فيهاش حاجه، لا مش ما فيهاش حاجة، أنا بتعاطف معاه مع أي مسلم، بس ما تقدرش تتهم المسيحية بدمه يا أخ رشيد. أيوه. يعني أنت دي الجندي الأمريكي اللي مصوب المدفع وقتل مش متفق معاه خالص، مش متفق معاه، يعني أي نفس تزهق
أنا بتعاطف معاه سواء كان مسلم مسيحي يهودي من غير دين حتى، أنا لا أوافق على القتل ومش موافق على قتل الناس الأبرياء والدخول إلى ديارهم أبدا، لكن ما تقدرش تتهم المسيحية بدم هؤلاء يا أخ عماد من غير دليل. كلهم مسلمين برضو، ولا تقدر التانيين تقول إن الإسلام لا أكبرهم. كلهم استشهدوا بالقرآن وبالحديث وبأقوال محمد. القتل هو القتل يا أخ رشيد، سواء ده القتل هو القتل، بس لا أنا عندي ناس من مختلف البلدان، من مختلف الجنسيات، من مختلف الخلفيات، كلهم بيعملوا نفس الشيء، شيء واحد بيجمعهم الإسلام، شيء واحد بيجمعهم. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ده آية عندنا في القرآن. لا دي آية عندكم في القرآن بس بتتكلم عن اليهود وكتبنا عليهم فيها، يعني بتكلم عن اليهود ما بتقولكمش انتوا. لا ما يبقى ده امر لينا برضو. لا وكتبنا عليهم فيها، بتكلم عن بني اسرائيل ان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ما بتقولكمش انتوا المسلمين. اخ عماد مش هنوصل لنتيجه في الحته دي لان احنا ما دام مش هنوصل نتيجه. انا طولت معاك شويه معلش، هستسمحك هستسمحك. لا معلش معلش لازم ادي وقت لناس تانيين. اشكرك اخ عماد، وخلينا ناخذ مكالمة أخرى من أختي رنا من أستراليا. أهلا بك. أهلا وسلام الرب. سلام الرب، معك أخت رانيا. رنا. رنا أنا متأسف متأسف. ولا يهمك. انسخي رانيا وحطي رنا. تواخد على الناس. مش مشكلة. الرب يبارك قلبك، الله يسعدك. طيب أنا بس كنت حابة أحكي عن إله الإسلام، إله المسيحية. إله الإسلام ما بيعرف علاقة المحبة مع عبيده. إلهنا نحن بنبني معه علاقة شخصية، علاقة محبة. هي العلاقة مش معروفة، أنا كمسلمة سابقة ما كنت أعرفها ولكن أدركها وكانت شيء جديد علي وشيء غريب. كان بالنسبة إلي إذا بدي أقول إني أنا حبيبة الله كان هذا شيء مرفوض بفتوى، بتسمي هذا ضد التزكية، هذا بيسمي تزكية النفس. فنشكر الله، نشكر الله إنه إلهي إله المحبة. يمكن هذا دائما يمكن بيجذب أكثر المسلمين، اسم الله محبة. إله الإسلام عنده 99 اسم وصفة لم يكملها للمئة باسم أو صفة المحبة. كثير بحب أحكي كمان عن الله اللي أحب هكذا أحب العالم، خطاة ومؤمنين. هو مثل ما أنت من شوي حكيت رفض الخطيئة. بس قبل العالم وفجل العالم كله. هذا الشيء نعم نعم، هذا إلهي، هذا إلهي له كل المجد. ممكن كمان إذا بتسمح لي أحكي على نقطة إنه طيب معلش أختي رنا، إحنا دايما بنتوقف لما توصل ساعة من البرنامج، بنتوقف دايما مع فاصل وبنكمل معه. معلش لو تصبر شوية وتخليك معايا في الخط أكيد. وأنا هرجع أخذك بعد الفاصل، نتوقف مع الفاصل. قناة الحياة، قناة غيرت حياة الكثيرين. هل تحب أن تكون شريكاً في خدماتها؟ يمكنك فعل ذلك عن طريق المواقع التالية. للمزيد من المعلومات يمكنكم الكتابة على الإيميل الذي يظهر على الشاشة. القرآن، هل هو فعلاً المعجزة الكبرى لمحمد؟ وهل فيه أي إعجاز؟ الإعجاز البياني، الإعجاز الغيبي، الإعجاز التاريخي. أقدم لقراء اللغة العربية كتاباً خاصاً عن إعجاز القرآن بعنوان إعجاز القرآن دراسة وبيان، دراسة علمية موثقة لواحد من أهم المواضيع الإسلامية. للحصول على نسخة من هذا الكتاب المرجو الدخول على هذا الموقع. الدكتور لبيب ميخائيل من أهم الذين كتبوا عن الإسلام والمسيحية. حياته، أعماله، مواقفه. أحد
أحداث يذكرها لأول مرة في حلقة خاصة من برنامج سؤال جريء. عودة مشاهدين لتكملة هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. كانت معي الأخت رنا. حنحاول ناخدها لو لسه موجودة. أخت رنا؟ أيوة معك موجودة. تفضلي أخت رنا كملي. طيب أنا كنت عم أحكي قبل الإعلان عن الله المحبة وعلاقتنا مع الله اللي ما كانت موجودة بالأساس. وهذا الشيء كيف بنعكس على حياتنا اليومية أكيد. أخت رنا أنت من خلفية إسلامية أكيد. بالضبط. وزوجي سعودي كمان من خلفية إسلامية أكيد. نشكر رب. سعودي بتقول زوجها سعودي. أنا بعرفك أخت رنا من خلال بعض المراسلات. آمين. طيب. ونتمنى نستضيفك وتحكي اختبارك على سؤال جريء. لو قدرتي تبعتي على البرنامج ازاي نتصل بيك وحاجات زي كده عشان نقدر نرتب الموضوع زي كده. بمشيئة الرب. الرب صالح. امين. لمجد الرب اكيد. امين. طيب. انا عندي سؤال خاص لك. لما عرفتي ان الله محبة كمسلمة هل تغير شيء فيك بمعرفة هذه الصفة بالضبط في الله؟ أكيد. أهم شيء أصبحت مريضة حبا بالله. مريضة حبا بهذا المرض. الرب أحياني وأنا كنت ميتة روحيا. الرب شفاني. كنت مشلولة، كنت عمية. الآن أنا أبصر. نشكر الله. أنا عم أحكي عن أمراض روحية أكيد. وبحكي عن هذا المرض. الرب وصف الكنيسة بالمريضة حبا بالله. فأنا بصلي للرب إنه هذا المرض يبقى معدي. الرب يستخدمني لمجد اسمه حتى الناس يعرفوا الله من خلالي، من خلال نور الله الساكن فيه يشع من خلال باسم الرب يسوع المسيح لمجد الرب أكيد. بصلي للرب إنه يبقى هذا المرض معدي للي حوالي وللي عم أخدمهم. أنا هو طبعا انعكس على حياتي. انا لما كنت مسلمه يمكن كنت احب الناس اللي مثلي، المسلمين اللي مثلي. اما هلا الرب علمني انه لا، المحبه تبقى شامل. اشمل. بالضبط. فانا بحب ابارك لعيني، احب من يبغضني. هذا الشيء جديد علي. الرب على الصليب كان لي قدوه. لما هو على الصليب مارس ما كان يبشر به وقال رب اغفر لهم فهم لا يعلمون. فهذا انا بالنسبه لي اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بالضبط. اما كان محمد اسوه غير حسنه بالنسبه لي. يعني انت من شوي ذكرت انه كان اللي شهاده زوجته اللي ناخذ نصف ديننا منها عائشه ما ارى ربك الا يسارع الى هواك. فهون انا بلفت لي نظري انه اله الاسلام اله منافق، مع احترام شديد للمسلمين واهلي اكيد منهم. فمحمد كان منافق جدا. هل تعتقدي انه المسلمين لو فهموا الله صح وفهموا الصفات الصح، ان الله مش المتكبر اللي يصف القرآن بالمتكبر، الله في المسيحية متواضع مثلا، بيعلم صفة التواضع وبياخذ المبادرة عشان يعلمنا التواضع، مش بيستنانا احنا نعمل التواضع، ان الله اللي عنده كلية القدرة رغم ذلك ما بيستخدمش قدرته الا بانسجام مع شخصيته وصفاته، ما بيعملش، مش يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو مش يعني يعمل اللي هو عايزه يعني، وكأنه مدفوع بس بنزواته. بالضبط. أنا بالكتاب المقدس كلام الله الحي الموجه لنا نحن بيقول الله إنه خلقنا على صورته. صح. يعني الله بده إيانا نكون صورة لقدرته، صورة لطهارته، صورة لمهالمحبة هي، نكون انعكاس. يعني أنا لما بدي أوقف المراية ما أشوف رنا، أنا بدي أشوف الله. أنا أختفي وراء صليب الله. أنا تذوب أمامه هو. تعرف أن أكثر شيء يمكن جذبني إلى الله. أيوة. لما الرب حكاني وقال لي أنا هو. أنا هو كثير لمستني، جذبتني إلى الله. أيوة. فعلا كلمة مش سهلة، مش بسيطة. هو قال بالعهد القديم بإشعياء، وقال أكثر من مرة بالعهد القديم. أيوة. قال أنا هو. أيوة. ورجع أكد هالشهادة بالعهد الجديد وقال أنا هو. يمكن وضح أكثر وقال أنا هو الحياة، أنا هو الطريق. أيوة. أنا هو الراعي، أنا هو الباب.
هي بالعربي مش باينه، انا هو بتبان وكانه بس ضميرين، يعني ضمير المتكلم وضمير الغائب. ابدا صدقني هالكلمه جدا عميقه، جدا رائعه، جدا لها قدسيه، بتلمس القلب. طيب. الروحيات ما تفهمها. الله يفسر الروحيات بالروحيات. اشكرك اخت رنا، وانا منتظر ايميل منك لو قدرتي تبعتي ايميلك. لو ما فيش مانع نعمل مقابلة معاك ومع زوجك ونعرف ازاي، لو قدرنا يعني على قدر الامكان. امين الرب صالح، وفعلا اني مريضة وحبا بإله حي نشكر قدر. من أجل والله لا يشفيني، لا إلهنا كل المجد. شكرا انك اعطيتني فرصة. انا عايز انبه بعض التنبيهات المشاهدين، وصلتني ايميلات من بعض المشاهدين اشتكوا انه الكتاب ما وصلهمش. احنا عندنا شوية نظام معقد ازاي بيروح من بلد لبلد لحد ما يوصل، نظرا لترتيبات عشان الامن وحفظ الاماكن اللي بتذهب منها الكتب، فيمكن بعض مرات يتأخر. ولو ما وصلش نهائيا خليكم شوية صابرين معانا وقدروا موقفنا، احنا في موقف صعب جدا نظرا للترتيبات الامنية. فلو استنوا شوية، لو ما وصلش لأي شخص احنا مستعدين نبعث له نسخة تانية. طولوا بالكم معنا. وأيضا في بعض الأشخاص، أنا قرأت اليوم إيميل شخص زعلان مني أنه ما جاوبتش الإيميل، وهو أخ مسلم سابق، واعتقد أنا بهمل الإيميلات. يا أخي بتوصلنا آلاف الإيميلات، لا أستطيع الإجابة على كل إيميل يعني عشان أكون صريح، لكن أحاول قدر الإمكان أن أقرأ كل الإيميلات، ما فيش وقت أجاوب على كل واحد فيها، وبناخذ اللي بيصلح لموضوع البرنامج واللي يعني محتاج رد. قدر موقف، عندنا إخوة عاملين بيحاولوا يجاوبوا على الإيميلات، لكن الأمر هو أكثر من استطاعتنا، فبيعتذر وأطلب منكم مسامحتنا، وفي نفس الوقت قدروا موقفنا، وسنحاول قدر الإمكان الإجابة على أغلب الإيميلات. أخي صموئيل، في صفة تانية مثلا لو عايز تحدثنا عنها. أكثر حاجة النهاردة محتاجين أن احنا نعرف أن الله هو الحق. المسيح أعلن كده في يوحنا 14:6 وقال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقال مرة تاني في يوحنا 17:3 وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. يعني في إله حقيقي وفي إله مش حقيقي، وفي آلهة مزيفة. وأنا أرجو أن احنا ننتبه للحكاية دي. هل أنت بتعبد الإله الحق ولا أنت بتعبد إله مزيف؟ الحق هو إعلان الصدق، هو إظهار الحقيقة. النهاردة في الوقت إحنا عايشين فيه ده، لما بنظهر الحقيقة إحنا بنعلن الله الحق، ولما بنخفي الحقيقة إحنا بنخفي إعلاناتنا عن الله. الأكثر من كده، إن إيه عكس الإله الحق؟ إله الكذب. في إله للكذب؟ شوف المسيح أعلن كده في يوحنا 8:44 يقول كده، ما تتكلم بالكذب فإنهم إنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. يتكلم على مين هنا؟ يتكلم عن إبليس. وعن الناس اللي بتكذب، وعن المجتمعات اللي مليانة كذب، وعن الناس اللي مستمرين في إن كل الكلام اللي يقولوه كذب. ليه؟ لأن هم بيتبعوا إله اسمه إبليس. طيب. لكن الإله الحقيقي الحي، إله الحق وإعلان الحق وإظهار الحق، هو ده الله اللي احنا بننادي بيه، ولنفسي إخواتي المسلمين يعرفوه. طب بتقصد بالحق أنه ما بيسمحش بالكذب أبدا، ولا يخفي أي شيء، وما بيكذبش، ما يكذبش أبدا، كل كلامه صدق وحق. هو مش إنسان حتى يكذب، ولا ابن إنسان حتى يندم، يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. كل كلمة بيقولها هو صح وبيثبتها وبينفذها. طب إيه رأيك لو وجدت أنا في حديث صحيح أنه محمد بيسمح بالكذب في ثلاث حالات؟ تكذب على مراتك عشان تراضيها مثلا، أو تكذب على اثنين متخصمين صالحهم، أو تكذب أثناء الحرب لأن الحرب خدعة. هل بتعتقد أن الله ممكن يستثني بعض الحالات ويشرع فيها الكذب؟ مستحيل. الكذب ده من إبليس، المسيح أعلنها صراحة، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. الناس اللي بتكذب بتتبع تعاليم إبليس. إذا الله
عنده حق مطلق، ما فيش استثناء خالص، ما فيش انصاف حلول، ما فيش انصاف حلول، ما فيش ابدا. يا اما تقول الحق يا اما تقول الكذب، ما ينفعش يبقى حق وكذب في نفس الوقت، مستحيل. واحد قال لنا انه لا لا لا، ربنا قال لكم ممكن تكذبوا هنا وما تكذبوش هنا. هي دي مشكله. انا سالتك وبسالك وبسال كل المسلمين، انتوا بتعبدوا مين؟ مين هو الاله الحي الحقيقي اللي المفروض تعبده؟ يا حرام على الناس اللي بتروح 5 مرات كل يوم عشان تعبد ربنا وهي مش عارفه بتعبد مين. اعرف الاله الحق اللي اعلن عن نفسه ان هو الحق، واللي هو بيظهر كل يوم ما هو حق، واللي هو بيعلمنا ان نتكلم الحق. اي حد يعلمك تكذب ده مش ربنا ابدا. ايه انعكاسها على حياتك كمسيحي دلوقتي؟ ما هو لازم اقول الصدق حتى لو على رقبتي، اقول كل حاجه بصدق، اتصرف واتعامل بصدق. كوني ان انا بعيش بصدق ده لان التعليم الكتابي وكلام المسيح وكلام كل الكتاب بيعلمني ان الله حق ويحب الحق، واولاده لازم يعيشوا في الحق. واللي هو لو عاشوا مش كده يبقى هم مش ولاده. ولاده بيعلنوا الحق، بيتكلموا بالحق، بيتكلموا بالصدق، وده التطبيق العملي لحياتنا لفهمنا لله الحقيقي. اذا لو وجدت مسلم دلوقتي بيعمل التقية مثلا، يظهر انه يحبك ويخفي انه يبغضك، او مثلا لو وجدت مسلم بيكذب عليك لانه معتبر نفسه في حرب معاك كمسيحي، والحرب خدعة، بيكذب عليك ويقول لك اي حاجة عشان يرضيك وكل حاجة، بس هو في الاخير عايز يغدر بيك. او لو وجدت مثلا مسلم عايز يمكر، عايز يعمل يكون يعمل خدعة، يكون محتال، فاقتداءا مثلا بالآية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مش ممكن يكون الله مكار، مش ممكن يمكر. فهل ده تعليم ضد الله؟ ده تشويه لله. فهل انت بتشوف انه الصفات دي اللي عندهم على الله تنعكس في حياتهم ام ايه؟ ده اللي احنا شايفينه النهارده بكل اسف. احنا شايفين مجتمع، يعني اقول ايه، غصب عنهم؟ لا مش غصب عنهم، بس في ضلال في التعليم، في تشويه لحقيقه الله، وبالتالي منعكسه على كل تصرفات اخواتنا المسلمين دون ان يدروا، للدرجه ان هم شايفينه بيعملوا اللي ربنا عايزه. تماما زي ما كان زمان شاول بيعذب المسيحيين وبيطارد المسيحيين، وفاكر نتيجه فهم خاطئ في تعليمه ان هو كده بيعمل حاجه لربنا، لحد ما المسيح ظهر له وقال له صعب عليك ان ترفس مناخس لانك انت بتعمل حاجه ضد اللي انا عايزها. فاستغرب جدا، هو اتخض. ليه؟ لان كل اللي اتعلمه ان هم صح وكل الناس غلط. وبالتالي كان بيتصرف بهذا الدافع، وبعدين اكتشف ان هو ما بيعملش كلام ربنا ولا بيطبق تعاليم ربنا، ده بيطبق التعاليم اللي فهمها غلط عن ربنا، وفاكر ان هو ده ربنا. في 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 سؤال اخ يقول سلام المسيح اخ رشيد والشيخ سموئيل، لدي سؤال. ما دام الله محبه، لماذا دبر خلاص البشريه اي صلب المسيح عن طريق القتل؟ الم يكن بوسع الله ان يخلص العالم بطريقه سلميه؟ ده سؤال حلو قوي ده. بس بيتكلم عن فهم خاطئ للفداء. انا لما اقدم نفسي ضحيه، انا دلوقتي عندي ابني عيان وعايز كلى، وانا هروح اديله الكلى بتاعتي، هل معناها كده ان انا يعني ونفرض انا مت فيها؟ طب ايه المشكله؟ ده بالعكس دافع حب. المسيح مات من اجلنا بدافع الحب حتى يدفع ثمن خطايانا كلنا. خلينا امثلها بتمثيل ثاني، مثالك حلو. في مثال ثاني، لو في حرب مثلا وجيش العدو ماسك رهينه، اللي هو مثلا اعطيت مثال بابنك، ماسك ابني رهينه، دخلت انا لكي انقذ ابني من وسط العدو، قتلني اثناء تخليص ابني من ايديهم، قتلت، فانا ما شرعتش القتل ولا انا عايز القتل، لكن اللي قتلني العدو. نعم. لكن انا عن طريق قتلي تحرر ابني. نعم. فاعتقد انه الفداء يمكن يصلح فيه هذا المثال. والتضحيه فيه عشرات الامثله العمليه حتى البشريه اللي بتثبت ان في ناس بتضحي من اجل ناس بدافع المحبه. فالله ما امرش اليهود ولا الرومان بقتل المسيح. لا، الله في محبته قدم ابنه فديه عن كل البشر. ليه؟ مفيش حل تاني، وده موضوع تاني مش النهارده نقدر نتكلم فيه، مفيش حل تاني لإنقاذ البشرية غير إن المسيح يموت من أجل خطايانا ويدفع ثمن خطايانا، وبالتالي كل من يؤمن بالمسيح ينال
غفران الخطايا. طب ايه رايك لو المسلمين بيقولوا احنا بنعبد نفس الاله، ما هو نفس الخالق اللي خلق الكون، هو نفسه اللي بنؤمن انه الديان حيديننا جميعا، هو نفسه، في صفات مشتركه ما بين الاسلام والمسيحيه. هل بناء على هذه الصفات، لو في بعض الصفات البسيطة يمكن هي اللي مش زي بعض، هل ممكن أن نقول إحنا بنعبد نفس الإله، إلهنا هو إلهكم؟ مستحيل. النهاردة واضح جدا أن إلهنا مش إله الإسلام على الإطلاق، ويقدر ناخدها واحدة واحدة. لما بنتكلم أن الله شخص، بتتكون بيني وبينه حتى في العبادة علاقة شخصية. هل ده عند اخواتي المسلمين في علاقه بينك وبين ربنا؟ انت بتتكلم الى الله. سبق وكلمت في الموضوع ده لما كتب توفيق الحكيم في الاهرام عندنا زمان حديثي مع الله، قالوا انت كافر، فراح مصحح الاسبوع اللي بعديه يوم الثلاث في الاهرام برضو كتب حديثي الى الله. يعني ايه لما اتكلم مع ربنا ده كفر؟ لا، انا كل يوم بتكلم مع ربنا، ربنا بيكلمني. انت بتتكلم الى ربنا، لان مالكش علاقه بيه، هو فوق السماوات، يسمع يسمع، ما يسمعش ما يسمعش. هو تعرف انا بمثلها ازاي الشيخ سمويل؟ انا بقول ان المسلم ما عندوش اله، عنده فكره. الله في الاسلام مجرد فكره، وفكره خاطئه مشوهه، مش شخص بيتفاعل مع الانسان. يعني حتى الفكره الاسلاميه عن الله طبعا هي فكره خاطئه مشوهه. ارجو ان احنا نصححها، عشان حرام نتكلم عن ربنا بالطريقة دي. نتكلم عن ربنا ان هو قدر ان الناس دي تموت، او الناس دي تقتل، او ان العراق تخرب، او ان فلسطين يحصل فيها كده. ربنا ما قدرش كده اطلاقا، ده مش من ربنا، ده من تعاليمنا البشرية. خلينا ناخد مكالمة من مصر. اخ مايكل، اهلا بيك. اهلا اخ رشيد، اهلا، معاكم. سلام المسيح، اتفضل. انا اول مره اكلم حضرتك، وانا فرحان جدا ان اسمع صوتك النهارده، لان من اشد المعجبين بك. الله يخليك، اشكرك، بحبك جدا جدا فوق ما تتصور. ربنا يخليك، انا ببادلك نفس الحب في المسيح بنعمه الرب. الله يخليك يا اخ رشيد. وبعدين لان فعلا انت جامع التفكير المادي بتاع الاسلام مع الروحانيه بتاعه المسيحيه، فعلا انا بحس ان عندك قوه في الاقناع ومنطق جميل جدا. اشكرك، المسيح معاك دايما، دي شهاده اعتز بيها. الله يخليك، اتفضل. الله يخليك يا اخ رشيد. انا دلوقتي عايز بس اعمل كام نقطه كده اقول عليها عشان وقت البرنامج، وعارف وقتك مش فاضي. فانا عايز اولا اشكر ابونا مكاري يونان، لان احنا في نجا حمادي هنا طبعا تعرضنا لمأساة كبيرة، وبصراحة ما حدش كان نفعنا. الأخ مايكل، أنت من نجا حمادي نفسها؟ أنا من نجا حمادي. طب اللي ممكن تقوله في اللي حصل يعني، وعلاقته بموضوعنا اليوم وحاجات زي كده؟ هو اللي حصل طبعا الناس كلها عارفة، الناس القتلة اللي هي طالعين من الكنيسة، وإحنا كنت في نفس المكان ده، ما فيش قبلها بعشر دقائق كنا ممكن يعني احنا نكون المستشهدين، وكان نفسينا فعلا. احنا نجا حمادة حاليا بتعيش حياة الاستعداد، لانها عندها فعلا الرغبة للاستشهاد بالطريقة دي، بس وكلنا بنصلي وما فيش خوف عندنا احنا، بس يمكن الوحيدة اللي احنا بنحس بيها مشكلة ان احنا خايفين نعيش في البلد بلا كرامة، يعني اولادنا وبناتنا انها تتضرب في الشارع او تتهان. هو طبعا الامن دلوقتي مستقر، طبعا اولادنا اللي في المعتقل الناس كلها عارفين لسه معتقلين المسيحيين الغلابه. انا بس بقول للناس في العالم كله المسلمين، ليه بيكرهونا؟ احنا ما بنعملش حاجه، احنا مسيحيين غلابه، كل حياتنا ان احنا عايزين نعيش بس بسلام، عمرنا ما بنعمل مشكله. واحنا قاعدين هنا في مصر خصيصا، وفي نجا حمادي معتبريننا زي يعني قاعدين بين حجرين رحايا. هم بتوع مصر فاكريننا احنا غرب، اجانب، بتوع الغرب مش حاسين بينا. فدول يعني كل واحد يتكلموا على بتوع نجا حمادي يقول لك الامريكان بيضربوا في المسلمين. طب احنا مالنا ومال الامريكان؟ صح. احنا مسيحيين، عمرك شفت واحد مسيحي ضرب شويه مسلمين في مصر ولا في العراق؟ كل ما نكلمهم على احنا غلابه وما لناش دخل بالقصص دي يقول لك ده الامريكان ضربوا مش عارف المسيحي. طب مالنا ومال الكلام ده؟ فاحنا قاعدين زي حجرين بين حجرين ضحايا، لا دول حاسين بينا ولا دول حاسين بينا. فانا بقول احنا ربنا حاسس بيكم طبعا. ال 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 اخ مايكل، ذكرت اشياء حلوه وانا عايز اعلق عليها في كلامك. الاستشهاد مش غريب على المسيحيه، الاستشهاد جزء لا يتجزا من الانجيل، ومش لازم كمسيحيين نخاف من الاستشهاد. لكن في نفس الوقت احنا ما بنسكتش على الظلم،
وما بنسكتش على كرامتنا تهان، واللي بيحصل لمسيحي في مصر بيحصل لأي مسيحي في كل مكان، لنا جسد واحد، فلازم نكون جسد واحد ونتضامن مع بعض ونندد بالظلم ونفضح الظلم مهما كلف الأمر. إظهار الحق. أمين. احنا هنا في أخ رشيد بصراحة في نجا حمادي وبقولها للعالم كله، احنا مش خايفين من أي استشهاد، واحنا فعلا انا وعائلتي بنتمنى ان احنا نموت مستشهدين، وربنا بنصلي دلوقتي ان ربنا يدينا حياه الاستعداد. وبس يعني هو الماساه اللي احنا عايشينها حاليا ان احنا خايفين فعلا في حاله من الحزن والخوف والترقب. انا معاك. بناتنا اللي المعتقلات وبناتنا اللي بتطلع في الشارع بنخاف عليها، ممكن تحصل لهم اي حاجه. طبعا حاليا دلوقتي الامن ماسك البلد بقبضه من حديد عشان يطمن الناس، بس المشكله الناس نفوسها ممكن يضربوا طوب على بناتنا وهي ماشيه في الشارع، يضربوا العيال الصغيرين عشان مسيحيين، حاجات من هذا القبيل اللي احنا مش قادرين يعني مش لا عارفين نستشهد ولا عارفين نعيش بكرامتنا. دي المصيبه اللي احنا عايشينها. ده انا عايز اقول صوتي اوصل لك صوتي، احنا دي المصيبه اللي احنا لا عارفين نستشهد ولا عارفين نعيش بكرامتنا. يا اخ مايكل، وبعد كده انا عايز يا اخي مايكل انا بشكرك من اجل المداخله الرائعه دي، ده اعلان عن كسر حاجز الخوف لكل المسيحيين في مصر. انت شخص في قلب المعركه، في قلب المكان الصعب، وبتتكلم بحريه وبجراه، معناه ان الله حول المذبحه، كسر حاجز الخوف لدى المسيحيين، وده شيء رائع لكل المسيحيين. انت نموذج رائع ان احنا نواجه السلاح والقتل بالحب والاستعداد للاستشهاد، وده اللي قاله المسيح، اللي يتبعني يكون مستعد لحمل الصليب، وحمل الصليب هو الاستعداد الدائم للموت من أجل المسيح. كلنا مستعدين نحمل الصليب ونمشي وراء المسيح في استعداد حقيقي للموت من أجل المسيح. وأشكرك لأن صوتك ده سمع لدى كل العالم من المسيحيين والمسلمين من شرق العالم لغربه، الكل سامع أن واحد في قلب نجا حمادي مش خايف من الموت. أنا أشكرك وأحييك. أشكرك أخي مايكل أنا أيضا، وصلواتنا معكم، ونتمنى يعني الناس تفهم الموضوع ده ويفك عنكم الضغط اللي انتوا تحته. وصلتني بعض الإيميلات من الأخت نيلي تقول عزيز أخ رشيد انت بتتكلم والدولة بتتكلم ومفيش أي حاجة بتتغير، الأجواء هنا مشحونة متوترة جدا. وبتقول أيضا تعرف أن لينا جارة مسلمة لا تصبح ولا تمسي علينا برغم أننا نتعامل معها بمنتهى المحبة، فهي مطلقة وكثيرا ما تلجأ لزوجي المهندس لإصلاح ما يتعطل من أجهزة في منزلها، حتى في أعيادنا تتحاشى أن تتقابل معنا حتى لا تقول كل سنة وأنتم طيبين. وده على المستوى العادي، غصب عنها التعليم بيقول لها كده. أم على مستوى الدولة نحن محرومون من الوظائف حتى العادية وليست القيادية فقط. صح. بتقول مش عارفة أقول لك إيه ولا إيه، لكن دايما ما نقول يا رب في إيديك نضع كل أحوالنا. يعني دي صرخة واحدة. لا دي مش صرخة واحدة، دي صرخة شعب. شعب المسيحي في مصر واقع تحت ظلم منظم وتحت إبادة منظمة وتحت ضغطة رهيبة، لكن أنا واثق إن الله القادر على كل شيء هيحرك المؤمنين وهيستخدمهم ويصنع نهضة عظيمة لبلادنا في مصر. وأنا بطالب بمؤتمر للصلاة لكل المذاهب والطوائف وكل المؤمنين، مؤتمر عام كل العالم يعرفه ويشوفه، نحن بنصلي لله القادر إن هو يتدخل ويصنع أمرا جديدا في مصر وفي العراق وفي الجزائر في نيجيريا وفي كل البلاد التي بتواجه اضطهادات ضد المسيحيين اليوم. امين. ناخذ مكالمه من اخ شعبان من اسبانيا. اهلا بك. الو السلام الرب معكم. سلام، تفضل اخي شعبان. الو انا سامعك، تفضل. انا عابر كما تقول. انا عابر. كنت مسلم وأمنت بالرب يسوع منذ أربع سنوات. نشكر الرب من أجلك. إيه كان السبب؟ أنا كنت مريض، يعني مجنون كيف يسموه بالعربية، يعني كنت أتناول مخدرات، كنت إنسان شرير كثيرا،
وفي الوقت الذي كنت فيه مريض يعني عائلتي أرادوا مساعدتي فسمدوني أخذوني كما يقولوا بالعربي أخذوني عند الطالب طالب الرقية بشي داوي يقرأ عليك شوية قرآن وآيات وتخف يعني نعم أخ قرأ علي القرآن وعطني قرعة الماء يعني ذهبت عدة مرات يعني مش مرة واحد عدة مرات لكن نعم. عمري ما شفيت ما بريت ما لكن في أحد المرات تلاقيت أحد المسيحيين في الجزائر وفي مدينة يارت نعم وعندما صلينا في رحبة اسمها يعني في ساحة صلينا هكذا الرب يعني شفاني وتخلصت الآن أشكر الرب يعني أنا من أنا تحررت يعني أصبحت إنسان أنا أشكر الرب يعني إنسان واحد آخر نشكر الرب وإيه تعليقك الآن نحن نناقش صفات الله في الإسلام صفات الله في المسيحية هل أنت شايف أن صفات الله في الإسلام تؤثر سلبا على الإنسان المسلم يا حبيبي ماذا أقول يعني هذا أقول لك يعني نحن المسيحيين عندما نرى المسلمون يعني يشوفونا يعني غضونا كما يقولوا هنا ثم يشوفونا ونراهم أنهم هم في ظلمات يعني قيود لها في الإسلام في السنة الأولى تدخل مدرسة يعلموك عذاب القبر الله ربي يفعل يعمل كذا ربي ثم خوف تعيش في خوف كنت في الإسلام طيب أنا أشكرك يعني أخي أنا أريد أن أقول يعني للمسيحيين يعني في الجزائر في مصر يعني في أي بلد يعني الرب يعني رب لأتى مات من أجلنا نحن البشر ما نستاهلوش هو يعني لا نستحق هو مات من أجلنا فإحنا يعني لازم علينا ندخلوا هذه الفكرة في رأسنا لازم ثاني يسلفوا كما يقولوا ولا يجب أن نموت من أجل المسيح لازم نتألم من أجله أشكرك أخي شعبان والرب يباركك وبارك كل أهل الجزائر بسرعة احنا عايزين ناخد مكالمة من العراق أخ أنور أهلا بك كيف العالي يا حبيبي أنا فرحان بشوفك وبتكلم معاك هلا في التلفزيون أشكرك وأنا قوميتي كردي وديانتي زرادشتية والله أنا فرعان هلا بتكلم مع هذا القناة الجري أشكرك طيب تفضل أنا عبيد بذكركم يعني على هذا الحقيقة اللي صارت على قومية الكردية عملوا أنفالين على قومية الكردية تدمير وإبادة القومية الكردية تدمير وإبادة دين ديانة القومية الكردية كديانة الزرادشتية وحتى لغاية هذا اليوم في كل المدن العراقية بيطلعوا مقبرة جماعية دفنوا 200 ألف إنسان عي تحت الأرض لغاية هذه الدقيقة لا توجد أنا عايز أسمعك نعم للآخر لكن للأسف أنه الوقت البرنامج يعني قرب على النهاية الشيخ صموئيل أنا متأكد أنه في صفات تانية ممكن نعملها حلقات أخرى بالمستقبل لكن أشكرك على تلبية الدعوة والمجيء هل ممكن نصلي من أجل القتلة؟ يعني لو بسرعة لأن قدامي دقيقة يا رب ارحم الولاد اللي قتلوا المسيحيين في مصر أنت ارحمهم وأشرق بنورك عليهم في اسم المسيح آمين طيب مشاهدينا أنا عايز أختم بأشياء كتيرة أولها أنه لازم ندقق في صفات الله في الإسلام وصفات الله في المسيحية من أهم الصفات اللي ذكرناها اليوم وتناقشنا فيها المحبة والحق وكلي القدرة الذي لا يناقض نفسه قوانينه الإسلام يعلمنا أن الله يضل من يشاء إله يتصرف بمزاجه ويعلمنا أن الله يمكر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ويعلمنا أنه يبيح الكذب وفي صفات تانية كثيرة ممكن لو بحثت تجدها بنفسك أنا أقول أن صفات إلهك هي اللي تحدد هويتك
ما نراه الآن في العالم الإسلامي هو انعكاس لصفات الله في الإسلام. فينبغي أنا كل واحد أنادي أن يعرف الإله الحقيقي ويعرف صفاته حتى تتغير شخصيته ويتغير للأحسن مش للأسوأ. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، موعدي معكم في الحلقة القادمة بنعمة الرب، وإلى اللقاء.